إذن هذا العلم العظيم الذي هو منزلة عالية عند الله ومقام كريم شرف الله به خيرته من خلقه لا يليق بالمسلم ذكرا كان أو أنثى كبيرا أو صغيرا حرا أو عبدا غنيا أو فقيرا أن لا يشتغل به، بل لا بد أن تكون له مشاركته فيه، ولا بد أن يجعل جزءا من وقته لتعلم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أعرض عنه متوعد بالوعيد الشديد يوم القيامة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فلذلك لا بد أن يصرف كل إنسان منا جزءا من وقته لتعلم ما أمر الله به، وهذا التعلم له 7 أركان لا بد من تحققها. الركن الأول الإخلاص لله في التعلم، فمن تعلم من أجل عرض من أعراض الدنيا أو تعلم من أجل الممارات والمحاجات أو تعلم من أجل الذكر والشكر أو نحو ذلك فهو مبطل لا يريح رائحة الجنة يوم القيامة. فلا بد من الإخلاص في الطلب، وأن يكون كل إنسان يطلب هذا العلم يريد أن يحشر به تحت لواء محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويعلم أنه لا يمكن أن يسلك طريقه إلا إذا تعلم ما جاء به، ويحرص كل يوم أن يتعلم آية من كتاب الله إن لم يكن حافظا له، أو يتعلم تفسيرها إن لم يكن عارفا به، أو يتعلم حكما من فقه عباداته ومعاملاته، أو يتعلم حديثا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو هديا وسلوكا من هديه صلى الله عليه وسلم وشمائله، أو يتعلم آلة ذلك من اللغة العربية نحوها وصرفها وبيانها وغير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الإنسان في فهم الكتاب والسنة. فيحاول الإنسان كل يوم من أيام الدنيا أن يزداد في ذلك علما وأن يكون مخلصا فيه لله، فهو عبادة هي من أبلغ القربات إلى الله. ولذلك سئل الإمام مالك رحمه الله عن المقرب للقتل الذي لم يبق من عمره إلا ساعة في أي عبادة يصرفها؟ قال علم يتعلمه. قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به، قال تعلمه أفضل من العمل به. وقال الشافعي رحمه الله تعلم العلم أفضل من صلاة النافلة. وكان رحمه الله يبيت مضطجعا يفكر في حديث واحد حتى يستخرج منه عددا كبيرا من المسائل، ولا يقوم الليل لا يصلي إلا الوتر، ويقول تعلم العلم أفضل من صلاة النافلة. ولذلك قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع والعلم خير من صلاة نافلة فقد غدا الله برزق كافلة. كذلك فإن اشتغال الإنسان به مقتض منه للعمل، لأنه إذا عمل على جهل فسيكون ضرر ذلك أكثر من نفعه. ومن هنا لا بد أن نخصص جزءا من أوقاتنا كل يوم لتعلم ما أمر الله به. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي يوم لا أزداد فيه علما فلا بورك في طلوع شمس ذلك اليوم. فلذلك لا بد أن نحرص على هذا الأمر، وهذا الركن الأول وهو الإخلاص. والركن الثاني الشيخ الذي يعلم الإنسان، فهذا العلم من مشكلاته أنه لا يتعلم إلا عن طريق أهله، فهو مروي من أفواه الرجال متلقا بالآذان، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، فلا بد أن يتعلم عن طريق أهله. ولذلك قال لقمان لابنه يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب فإن البركة تتنزل في مجالسهم. وشيخ الإنسان هو الذي يدله على غوامض العلم ويحل له مشكلاته. وقد قال أبو حيان رحمه الله يظن الغمر أن الكتب تهدي أخاف من لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت ذهن الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. فيحتاج الإنسان إذن إلى التعلم من شيخ
يأخذ منهما معه، لكن لا يشترط أن يكون ذلك الشيخ كاملا في كل العلوم، بل العلم الذي تأخذ منه سيفيدك فيه، ثم خذ من غيره. فالنحل لما رعت بكل نابتة أبدت لنا النيرين الشمع والعسل. ثم بعد ذلك الركن الثالث من أركان العلم الوقت، فلا يظنن الإنسان أن هذا العلم ينال بالوقت اليسير، فقد قال ابن عيينة رحمه الله: إن العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. وقال أحد العلماء: ما ابيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. فلا بد فيه من سهر الليالي وإشغال ضوء النهار كذلك بالطلب. والإنسان الذي يظن أنه سيكون عالما دون عناء ودون جهد ودون وقت غالط في تصوره، ولذلك فهو مسيرة العمر. سئل أحد العلماء: متى يترك الإنسان طلب العلم؟ متى يحسن بالإنسان أن يترك الطلب؟ قال: متى يحسن الجهل. لا يكون طلب العلم قبيحا حتى يكون الجهل حسنا، والجهل لا يكون حسنا أبدا. فليس للإنسان سن إذا بلغها سقط عنه طلب العلم، بل يحسن به أن يطلب العلم من المهدي إلى اللحد. ثم بعد هذا الركن الرابع من هذه الأركان هو القريحة والذكاء. فالإنسان إذا كان لا يستوعب جزئيات العلوم ودقائقها فهو غير مكلف بالتعمق في تلك الجزئيات التي لا يفهمها، بل عليه أن يأخذ السهل الميسر الذي هو ميسر لكل الناس. وقد جعل الله سبحانه وتعالى العلم درجات متنوعة، والإنسان ينسلك في العلماء بأقل درجة من تلك الدرجات، بمجرد أن يسمع شريطا أو يقرأ آية من كتاب الله على شيخ يصححها له ليحفظها فقد عد في طلبة العلم بذلك. بمجرد هذا الأمر اليسير يكون الإنسان طالبا للعلم، لكن يستمر على ذلك حياته. ثم بعد هذا الركن الخامس من هذه الأركان الهمة. فهذا العلم جهاد لا يمكن أن يستطيعه إلا من كان قويا ذا همة عالية. فمن كان ذا همة دنيئة فسيهتم بأمور هذه الدنيا لأنها التي تناسب دناءة الهمة، ومن كان ذا همة عالية فلا بد أن يحرص على تطوير نفسه والسمو بها والترقي، لا يرضى أبدا دون الفردوس الأعلى من الجنة، ويعلم أنه لا ينال ذلك إلا بإتعاب نفسه وإلا بكفها عن هواها في هذه الحياة. ولذلك فالهمة في طلب العلم ركن ركين من أركانه. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما حين توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ذهبت إلى لدة لي من الأنصار فقلت: يا بني يا أخي، إن الله قد قبض نبيه إليه وإن علمه في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته لعلها تحتاج إلينا يوما من الأيام. فقال: دعنا نلعب ومتى يحتاج إلينا؟ فتركته ولازمت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تمض سنوات يسيرة حتى أصبح ابن عباس بعلو همته من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجلسه عمر رضي الله عنه بين كبار أهل بدر وسماه فتى الكهود، ولقبه عدد من الصحابة بترجمان القرآن، ويقول فيه أحد الشعراء: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. ويقول فيه حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل، بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. وهذه الهمة العالية هي التي تقتضي علو مكانة الإنسان، فالإنسان إنما يحدد مكانه لنفسه، فهمته هي التي تحدد مكانه.
ولذلك قالت الخنساء رضي الله عنها في مرضيتها لأخيها صخر بن عمرو بن الشريد السلمي: أعيني يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا، رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد، مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم، وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وهذا الزمان الذي تشهد فيه الأمة هذه النكبات والمشكلات لا يرفع شأن الأمة فيه إلا من كان من ذوي الهمم العالية. ولذلك قال علال بن عبد الله الباسي رحمه الله: أبعد بلوغي 15 ألعب، وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية، مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها، تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. ثم بعد هذا الركن الآخر من أركان هذا العلم أيضا هو الاختيار لما يدرسه الإنسان من العلوم، فإن العلوم متنوعة كثيرة، والإنسان يحتاج فيها إلى الانتقاء والاختيار بحسب مستواه وبحسب آلته وقدرته. فلا يمكن أن يكون الإنسان مشوش البال يذهب ويجيء في العلوم دون أن يكون صاحب خطة ثابتة، بل لا بد أن تكون دراسته منسقة وأن يعرف ذلك. ومن هنا احتاج لإقامة هذا المعهد الذي ينظم للطلاب مقرراتهم ويختار لهم العلوم التي ينبغي أن يدرسوها، حتى لا تتشوش أذهانهم في الطلب، فيجد الإنسان أمامه علوم الإسلام التي تتعدى 40 علما، 40 فنا من الفنون، ولا يمكن أن يدرسها الإنسان جزافا وأن يأخذها بالجملة، فتتشوش أذهان الطلاب ما لم يجدوا انتقاء واختيارا وبرنامجا موضوعا بعمل أهل الخير.